السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله. قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برج الصور. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من اخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. وبعد القراءة إن شاء الله هنشوف رسالتك من الرسائل يا برج الصور بتقول لك إيه. يلا بينا نشوف توقعات برج الصور بالودع. بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. دايما يا برج الصور إن أنت بتحمد ربني، يعني دايما أنت بتقول يا رب أنا ماليش غيرك، دايما بتحمد ربنا يا برج الصور على كل حاجة عندك، حتى التعب والأذى كل شيء بتحمد ربنا عليه، دايما بتقول يا رب الحمد لله على كل حال أنا ماليش غيرك يا رب، فبتحمد ربنا على كل خير لأن قلبك طيب وبتتمنى الخير لكل الناس. فإن شاء الله هتكون قراءتك جميلة بإذن الله وهتكون كلها بشرات وفرحات. بسم الله الكاشف، يا برج الصور شايف في حد ظلمكم، يعني هذا الشخص دخل حياتكم وعمل لكم أذى، عمل لكم تعب، مع انكم قدمتوا له كل الخير وهو أذاكم. هذا الشخص انا شايف ان انتم برضه عشتم ايام في العذاب او في الظلم من الاشخاص اللي دخلوا في حياتكم وغدروا بيكم، لكن انا شايف ان انتم اتغيرتوا للاحسن، اتغيرتوا بتعاملوا الناس بشكل مختلف، لان انا شايف تغيرتوا في معاملة الناس. انا شايفك ان انت برضه حنين برضه على الناس اللي في حياتك، إيه على قد الغدر اللي انتوا عشتوه او الظلم اللي انتوا عشتوه، لكن انا شايف برضه عندكم طاقة ايجابية وشايف عندكم فرح بإذن الله تعالى، وشايف شايف برضه الفرحة هتعم عليك بإذن الله. شايف برضه اخلص من الخمول اللي عندك والكسل، اخلص من الخمول والكسل اللي عندك اللي تعبك اللي قافل عليك. انا شايف في غيمة حواليك، غيمة حواليك، فبلاش تخلي الغيمة دي تقرب منك أكتر من كده والله تسيطر عليك. هذا الغيمة حاول تخلص منها، عشان أنا شايف إن أنتوا حاسين إن أنتوا عندكم سحر، حاسين إن عندكم توتر، حيرة، محتارين، حاسين إن عندكم سحر، وفي منكم مصاب بهذا السحر، إصابه، في منكم عنده هذه العلامات، تعب في القولون والعمود الفقري والاكتاف وكسل ونوم عميق وخنقة وعايش في الوحدة، في منكم ما أصيب من هذا السحر وفي منكم قرب منه، فحاولوا تخلصوا من هذا السحر بإذن الله. بسم الله الكاشف، أنا شايف إن أنتوا أي حد بيطلب منكم حاجة بتساعدوه على طول، بتدي له اللي هو عايزه، أو حتى لو ما كانش معاكم الطلب اللي طلبوا منكم بتسلفوه أو بتاخذوه من حد وتدوه ليهم برضه. شايف إن قلبكم طيب ما بتكسفوش حد، أي حد بيطلب منكم مساعدة بتساعدوه. أنا شايف في تواصل ما بينك وما بين حد، بس التواصل ده هيفرحك، لأن شايفك فرحان ومبسوط وبتضحك من وراء هذا التواصل ما بينك وما بين حد. بسم الله الكاشف، أنا شايف عندك نور، نور من بعد الظلمة، من بعد الظلمة شايف في نور، هتخرج من هذا الظلمة إلى النور، هتخرج بإذن الله تعالى من الظلمة ومن التعب، راح تخرج بإذن الله. شايف بسم الله الكاشف، أنا شايف هنا عندك حد بيأتيك في الرؤيات كثيرة، هو متوفي بس بيأتيك في الرؤيات كثيرة، حافظ على أو افتكر رؤياتك المنامية وتحصل قبل ما تنام، لأن يا برج الصور رؤياتك المنامية بتعطيك إشارات أو بتعطيك علامات أو بتعطيك حاجة وأنت بتنسى كل أحلامك، فحاول تتحصن قبل ما تنام بإذن الله تعالى عشان تفتكر رؤياتك المنامية صح. بسم الله الكاشف، لان انت بتصلي، شايفك بتصلي وبتقرا قران وملتزم باذن الله، فحاول تتحصن قبل النوم كي تفتكر احلامك، لان ليك بشرات ان انا شايف في طاقه نور حواليك، في طاقه نور حابه تكون معاك، ديالك من الله، طاقه نورانيه كويسه برضه الصور حواليك، ان شاء الله تعم عليك بالخير باذن الله. بس خلي بالك في ناس في حياتك مش كويسة، مش بتحب لك الخير، حبالك تكون
انت محتاج لهم، وليست هم اللي يعني تكون انت المحتاج لهم، وليست هم اللي محتاجين لك، لكن هم اللي محتاجين لك، فهم بيتمنوا لك الشر وعايزينك تكون ساقط او واقع، وعايزين يشوفوك مكسور، لكن انت كاسر الكل بطيبة قلبك وبنيتك الخالصة لله، لانك ما بتحبش تأذي حد وما بتحبش الأذى لحد، فدايما ربنا ناصرك ومخرجك من كل وقعة او من كل حادث. شايفنا في نقلة من مكان لمكان، أنا شايفها دي ممكن تشتري حاجة، إنك بتشتري منزل أو بتشتري شقة أو بتشتري أرض أو بتشتري سيارة. أنا شايف في شراء من حاجة بتشتريها غالية، شايف إن في بيع وشراء، إن أنت بتشتري حاجة. إن شاء الله بسم الله دي هتكون في فرحة، وأخيرا بإذن الله تعالى هتكون ارتحت في هذا، من بعد هذا الشراء الأرض أو شراء السكن هتكون مرتاح بإذن الله تعالى فيه، إن شافك مبسوط ومرتاح. شايف برضه حقك رادع، واللي ظلمك هيدوق ظلمة، هيدوق تعبه، نفس التعب اللي تعبته هيدوق وضعف ضعفه، إن أنا شايفه مقهور وتعبان ومن الظلم اللي ظلموه لك، واللي قالوا عليك واللي افترى بيك واللي قال فيك ما ليس فيك، شايفه إنه داق العذاب والتعب داقه. بسم الله الكاشف، انا شايف حقك رادع من كل الناس اللي ظلمتك، من كل الناس اللي ظلمتك حقك رادع، لان الناس دي وقعت عليكم بالظلم، افترت عليكم مع انك قدمت لهم الخير، اعطيتهم الخير لكن افتروا عليك. شايف هنا في حد تعبان عنده تعب راح يشفى باذن الله تعالى، بس اتمنى برضه الصور تخلص من الطاقة السلبية، الحسد أو السحر اللي ظهر قدامي، حاول تخلص منه بإذن الله تعالى. ونسيب لكم اللينك اللي بيعاني من السحر أو من المس أو من الحسد أو من قرين أو من تابعة أو من تعطيل في صندوق الوصف تحت الفيديو، دوس على صندوق الوصف هتلاقي منزلكم اللينك، كذا لينك للعلاجات بإذن الله تعالى، فضلا وليس أمرا أحبابي في الله، ادعموا الفيديو باللايك. بسم الله الكاشف، أنا شايف هنا في قضية هتربحوها، قضية إن شاء الله تكون كسبانة ليكم، هتكون فيها رزق ليكم. هذا القضية ممكن أقول القضية دي حدودها حق أو فيها حق ديلك أو ورث، هي فيها مال ديلك من وراء القضية أو الربح هذا. لأن شايف فلوس رادعة عليكم، حقك رادع، إن كانت فلوس أو إن كانت حاجة أرض أو إن كانت شيء، في حقك رادع بإذن الله تعالى. بسم الله الكاشف، شايف احسن الظن بالله، احسن الظن بالله وربنا هيكرمك ويفتح ليك الابواب المغلقه، ان شايف في باب مفتوح قدامك وهتدخل فيه باذن الله تعالى، الباب ده هيكون من وراه خير ودخلته خير، وهتحقق احلامك وهتوصل للي انت عايزه، هتوصل له بفرض الله تعالى، هتوصل للي انت عايزه، لان شايف طاقه النور حواليك، في طاقه نور كويسه حواليك وبتساعدك في فتح الابواب اللي فيها الخير، وبتبعد عنك الشر وبتبعد عنك المشاكل بفضل الله تعالى. بسم الله الكاشف، وابعد عن الناس، لان في ناس عايزه توقعك في مشاكل، عايزه توقعك في عراقيل، عايزه توقعك في حاجات كثيره، فمش كل الناس اللي تستاهل انك تقف معاها، مش كل الناس اللي تديها الامان او تديها الثقه او تقف معاها او تساعدها، ففي ناس برضو عاملة حبايبك أو بتحبك لكن هي خبيثة وليست طيبة، عايزة توقعك في مشاكل، لأن لو وقعت في مشاكل يا برضو الصور هي هتسيبك وهتمشي هذا الناس، وتكون هذا المشاكل بسببهم، وهم يلا هتقع في المشاكل وتحصل مشاكل هتلاقيهم سابوك ومشوا وانت اللي اتصديت لكل شيء. بسم الله الكاشف، انا شايف هنا برضو ان في حدا انت منتظرها في ردوع، او ردوع شيء او ردوع عريس او ردوع خطوبة، في ردوع حدا انت منتظرها، او ردوع طرف ممكن نقول خطيب حصل ما بينكم مشاكل، او زواج حصل مشاكل، او قريب بينك وما بينه، او اهل حصل مشاكل، في حد عزيز على قلبك حصل ما بينك وما بينه مشاكل، في رجوع، في عتاب، هيكون في عتاب من المكالمة وبعد ذلك هيكون في رجوع بإذن الله تعالى. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد.
في هنا برد برد الصور، شايف في مال دايلك، في مال دايلك، هتكون فرحان يا برد الصور بإذن الله. شايف في مال دايلك وريسك، في انفراجات، راح يطرق بابكم الحظ بإذن الله تعالى، لأن قلبك طيب ونيتك خالصة لوجه الله بإذن الله تعالى. ودايما تدعي ربك بيقول يا رب أعطيني، فالخير هيفتح قدامك، الخير هيفتح قدامك بإذن الله تعالى. بس أنا شايف برضو إن السحر تاعبكم، حاسين بالتساقط الشعر، حاسين بالخزلان في الجسم، حاسين بالتعب، حاسين بالخنقة، حاسين بالضيقة، حاسين بالتعطيل، حاسين إن مفيش حدا بتكتمل معاكم، حاسين إن في نفور ما بينك وما بين أحبابك. السحر في منكم من مسك في قلبه أو مسك في جسده السحر سيطر، أو مسك فيه السحر، حاولوا تتخلصوا منه أحبابي في الله، كي تفتح معاكم الأبواب بإذن الله تعالى، أو تأتيكم الفرحة إن شاء الله. أنا شايف برضو في متقدمين على كذا حد، فيها خير ليكم إن شاء الله، في كذا حد متقدمين ليه، فيها خير، فيها فرحة، فيها انتصارات بإذن الله. أنا شايف منكم هنا بيجهز لسفر أو عايز يسافر، أنا شايف في سفر قريب قدامك، في مرحلة سفر قدامك، وهذا المرحلة فيها خير ليك وفيها دعم، في حد بيدعمك فيها أو بيساعدك في هذا السفر. في منكم بيجهز السفر وفي منكم مسافر إن شاء الله. أنا شايف هنا برضه في وجع في قلبك، شايف قلبك زعلان يا برد الصور، أو في وجع في قلبك، لأن شايف قلبك زعلان مكسور من حد خذلك أو حد زعلك، لأن شايف قلبك زعلان. بلاش تزعل قلبك، وبلاش تستدلب الطاقات السلبية على قلبك، اخلص من هذا الطاقات، لأن شايفك إن أنت بتكون بتحب الشخص ده اللي خذلك أو ضحك عليك أو كذبك أو تركك. شايف قلبك مكسور لأنك أنت بتحبه وقدمت له كل الخير، لكن غدر بيك أو حصل عراقيل أو حصلت مشاكل، فأنت قلبك مكسور وزعلان. بس أنا شايف في حد هيدمعكم على خير، شايف في تدمع على خير بإذن الله، شايف حد يدمعكم على خير أو يحصل تدمع إن شاء الله. أنا شايف هنا في مكالمة هتأتي مفرحاك، هذا المكالمة مخليك مبسوط أو فرحان أو سعيد من سبب هذا المكالمة، المكالمة دي فيها خير ليك إن شاء الله، فيها فرحة ليك، يا رب تكون فيها فتح الأبواب كلها ليك في الخير. تفضلوا وليس أمرا أحبابي في الله، دعموا الفيديو باللايك. شايف هنا في حد هيدعمك أو في دعم خارج البلد اللي أنت فيها، خارج دولتك، في حد هيدعمك أو خارج بلدك، بس في حد هيدعمك وهيكون واقف معاك ومساندك أو مساعدك، لأنه شايف من دايما من وراه طاقة إيجابية ودايما من وراه فرحة وانبساط وسعادة إن شاء الله. ما تزعلش يا برد الصور على أي حاجة، إن الحاجة دي كلها مكتوبة وقدرك، وكل المكتوب لازم يحصل، فبلاش تزعل وسيبها على الله. احمد ربك على كل حال، احمد ربك على كل حال، وادعي ربك بفتح الابواب المغلقه، وربنا يبعد عنك كل ضرر، لان ممكن انت تفتكر ان هذا البيبان او الباب مقفول وبتحاول تفتحه مش بيفتح معاك، ايش عرفك ان هذا الباب ان فتحته من وراء هذا الباب خير، ممكن يكون مقفول لان وراه شر، فادعي ربك يفتح لك الابواب اللي فيها خير ليك. فبلاش يعني تعافر وتجاهل، لأنه ممكن تعافر غصب عنك، لأنه ممكن يكون الباب اللي بتحاول تفتحه شايف فيه شر أو فيه غمامة سوداء، هذا الباب ممكن تفتحه تلاقي ورا الباب غمامة أو عراقيل أو مشاكل، فسيب الأمور بيد الله وهتفتح أمامك الأبواب البيضاء الصافية اللي فيها خير ليك، فيها سعادة، فيها فرحة ليك، هتفتح قريبا بإذن الله تعالى. صلى على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كله. انا شايف في طريقه تمشي فيه، الطريق ده هيكون فيه راحه ليك، هيكون فيه خير ليك، انا شايف ان انت ليك هدف وهتحقق الهدف، انا شايف الطريق هتمشي عليه وراح تحقق هدفك باذن الله تعالى، شايفك منتصر، شايفك فرحان. شايف برضه فينا في حد ظلمك او حد افترى عليك، شايف حقك رادع، حقك رادع ما تيأس، حقك رادع ولو بعد حين، حقك رادع بقدرة الله تعالى، حقك هيردع
لا تخاف، لا تقول انه كسرك او خد حقك او هو عفي او هكذا او هو ظالم، لا، حقك رادع باذن الله تعالى، او راح تفادى بعوض الله ليك، بعوض الله باذن الله. بسم الله الكاشف. انا شايف برضه هنا في مجال هينفتح، او حدث انفتح هتديكم طاقة ايجابية او هتديكم فرحة. انا شايف هنا برضه في علاقة حب ما بينكم وبين شخص، شافكم ان انتوا خرجتوا من شخص او سبتوا شخص كذاب، خرجتوا منه او تركتوه، لان شاف في شخص ده كذاب قدر سبتوه، واحسن انكم خلصتوا منه، لان شاف في طاقة فرحة انبساط، فرحة جديدة تطرق بابك، ممكن نقول خطوبة او زواج او مولود، لان انا شايف فيها طفل الفرحة، ممكن تكون مولود ليك او خطوبة او زواج او ردوع. انا شايف الردوع فرحة في بيتك، رجعت الفرحة في قلب بيتك واطفال وكلكم سعداء، ممكن تكون مولود او تكون زواج جديد ليك باذن الله تعالى. شايف في ربح مال ديلك بفضل الله، مال ديلك في ترقية في العمل تخص عملك أو حاجة تخص المال ديالك بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح للمغلق. أبشر بي الخير، أبشر بي الخير بإذن الله تعالى، الفرحة ديالك بإذن الله. وشايف برضه هنا الزواج قريب منك إن شاء الله. اللهم بشرني بما أنتظر منك، وأنت خير المبشرين كلها، فضلا وليس أمرا. نتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، ونشوف إن شاء الله رسالتك يا برج الصور بتقول لك ايه. ربنا ياخد الحزن اللي جواك ويزرع مكانه فرحة، ربنا ياخذ الحزن اللي جواك ويزرع مكانه فرحة ان شاء الله باذن الله تعالى. وان كنت بتعاني من السحر او من المس او من الحسد او من التعطيل او بتعاني من امراض روحية، في صندوق الوصف تحت الفيديو دوس على صندوق الوصف، هتلاقي منزلكم كذا لينك لجميع العلاجات باذن الله تعالى، لعلاج السحر وعلاج المس. وداخل القناة اخواتي في الله هتلاقي برضه داخل القناة منزلكم القائمة، في كل قائمة منزلكم فيها 5 7 فيديوهات للعلاجات من السحر وعلاجات من المس وعلاجات من الحسد وجميع العلاجات باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة أسرار العالم الروحاني.